فوتون وينك انت؟ مراد فيني فوت بالأول؟ فوتي تفضلي. جان اجى لهون وقال لي انه العمال رح يخلصوا تصليح، فكرته عم يحكي عن جد، وحمل سمعه وقال لي ما رح خليكم لحظة بهالبيت، وهنادي خانم كمان كان بدها ياني وما صحت لي فرصة لحاكيك. لا تزعل مراد. ليكي فوتون، بصراحة حاسس تأثير جان لساته قوي عليك وما عم تخلصي منه. جان ما عم يأثر علي بنوب مراد. طيب واللي صار؟ أنا مشان اختصر المشاكل اضطريت سايره. جان ما إله كلمة علي، بس بنفس الوقت ما فيني بعده عن سمعه. بتتذكري فوتون العرض اللي قدمت لك يا ورفضتي؟ إنك تسافري معي. مراد بس هلأ تغيرت ظروفي، وبعدين سمعه صار جزء من حياتي. ايه بتجيبي معك؟ أنا ما عندي مشكلة بهالشي. ما فهمت عليك فوتون، نحن بإيطاليا فينا نبلش حياة جديدة مع بعض. بس يا مراد أنت نسيان إنه جان وصي. رجعنا لنفس القصة، شو بدك بجان؟ مراد ممكن تهدى شوي؟ بالأول افهم علي شو كنت بدي أحكي. اللي بدي أقوله إنه جان وصي على الصبي. برأيي جان بالوقت اللي عم يبني عيلة جديدة ما رح يعارض أبداً فكرة سفرك. فوتون بترجاكي ما تفهميني غلط، أنا ما بدي إياكي تزعلي. المهم هلأ أنا لازم روح لأني تاركة سمو عند أهله لجان. شكراً لك على كل شيء، دائماً بعزبك معي.